طابت أوقاتكم. مطالبة بحل هيئة المساءلة والعدالة بعد مرور 10 سنوات على عملها، ما هو رأيك؟ عبد الله الطائي، المطلوب من الهيئة إن كانت منصفة محاسبة الفاسدين من الحكومات المتتالية منذ عام 2003 وحتى يومنا هذا، كونهم لا يقلون إجراما وفسادا عن أزلام النظام السابق، بل إن خيرات هذا البلد وأمواله قد نهبت في فترة الأحزاب الإسلامية أضعاف ما سرق ونهب منذ قيام الدولة العراقية حتى يومنا هذا. نور نور، من الأفضل إلغاؤها لأنها أصبحت كمسمار جحا. الشعب العراقي طوال 30 سنة هو بعثي، إذ لا يقبل بأي مدرسة وإلى أن يتعين إلا وهو منتمي للبعث، فليس كل بعثي مجرم. كانت هذه الهيئة مخصصة لحقبة زمنية انتهت ولا فائدة من وجودها، غير أنها مصدر ابتزاز للناس وفائدة لآخرين، كما هي والمتفشية وعملها فساد مقنع، إذا سرق الغني تركوه وإذا سرق الفقير أقاموا عليه الحد. عقيل السباهي الكنعاني، يفترض حل هذه الهيئة منذ سنين لأنها وهمية، فقط يرصد لها مبالغ مادية ضخمة وتشكل عبء على الميزانية، ولم أسمع يوما أنها سألت أو عدلت في عملها، فهي مجرد من المحتوى لا مساءلة ولا عدالة. أما في تويتر، صادق المياحي يقول: يجب أن تجتث أو تجتث نفسها قبل اجتثاث الآخرين، وشخصيا أراها خاضعة للآراء السياسية للقيادات العليا في البلد وليست مستقلة كما تظهر للعلن، ودليل الكثير من السياسيين شملتهم المساءلة وتالي عادوا من جديد إلى الواجهات وعفى الله عما سلف. محمد عصام الشريفي، من القوانين التي وضعت في الدستور تحت اسم قوانين العدالة الانتقالية، يعني لها مدة وتنتهي حسب القانون، وأعتقد قد زالت مبررتها، فأي بعثي عليه شكوى يجب أن تقدم إلى المحكمة والميزانية تحول إلى عوائل الشهداء، فما فائدة قانون يستثنى منه البعثي الكبير والصغير يشتث هو وعائلته. أخيرا، البروفيسور الدكتور صادق صادق، هيئة دمرت العراق وقلبت كل موازينه العلمية والإدارية والمجتمعية، وكانت بعيدة عن المنطق والعقلانية، ظاهرها من أجل الشعب المظلوم وبطنها أحقاد وانتقام وأجندات لإبعاد كفاءات البلد ومحبيه لأخطاء نفر معين دفع ضريبته الجميع. ما هكذا تبنى الأوطان والديمقراطيات.